في هذا الإسطبل النموذجي توجد بعض الخيول العربية الأصيلة، خيول لاقت الاهتمام والرعاية قبل ولادتها. فزيد أبو غربي عاد إلى الوطن ومعه هذه الخيول التي أصبحت اليوم من الخيول المنافسة في مسابقات الجمال محليا ودوليا. درست في أمريكا طبعا، جيت على فلسطين، بنيت إسطبل نموذجي وجبت خيول عربية أصيلة من أنقى السلالات من أمريكا، شحنتها بالطيارة، جبت معي 6 روس وبدأت أنتج خيول، والحمد لله نجحت من إنتاجي في خيول وصلت بطولة العالم اللي هي زينة البراق وبناتها. نقلة نوعية جديدة تسهم بشكل كبير في زيادة أعداد الخيول العربية الأصيلة في فلسطين، فقد استطاع أبو غربية أن يقوم بعملية نقل الجنين من الأم الأصلية إلى فرس غير عربية أو ما يطلق عليها بالقديشة ليحصل على مولودين 2 في السنة. بالنسبة لموضوع اللي هو نقل الجنين حتى نزيد التكاثر في الخيول العربية، جمعية الخيل بتسمح لنا لكل فرس جنينين نسجلهم بالسنة، فإحنا بنعمل نقل جنين، يعني بعد ما تعشر الفرس نعشرها، بنسحب الجنين في اليوم السابع وبنحطه في فرس مش عربية قديشة، يعني حاضنة، بتكون حاضنة، وبنعود بنحقن الفرس العربية بحيوانات منوية بنعشرها كمان مرة، فهي بتعطيك بطنين بالسنة. فهذا الإشي بزيد نسبة الخيول العربية الأصيلة لأنها نادرة في فلسطين، يعني عددها قليل. غربة لم تنسه تاريخ أجداده الذين عاشوا في فلسطين وكانوا ممن اهتم بالخيل العربي، لكن وأثناء الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 قتلت العصابات الإسرائيلية تلك الخيول بعد أن قتلت وشردت الفلسطينيين من أرضهم. تعلمت حب الخيل من جدي اللي فقد خيله في 48، فقد 6 خيول عربية أصيلة يوم تركها في بيته وما قدر يرجع لها، فأنا بدأ اهتمامي بالخيول، فحبيت أسوي مربط اسمه مربط البراق لتكريم ذكريات جدي وخيوله. خيل يتدلل تحت يد ماهرة تعرف قيمة هذه النعمة، نعمة أكرم بها بني البشر، فهي الرزق والمتاع وخير الرفيق. لمراسل النجاح عبد الرحمن حسان، بيت لحم.